Bonjour, fait de la science, on a un autre module, les mathématiques financières. Premier chapitre, là, on a les intérêts simples. Alors, qu'est-ce qu'un intérêt simple? Les intérêts simples sont des intérêts calculés uniquement sur le montant d'un capital, sans prendre en compte les intérêts antérieurs, et sont utilisés dans les opérations financières à court terme. Exemple, le découvert et la remise à l'escompte d'un effet de commerce. Alors, premièrement, on a les intérêts simples, ou des intérêts, yani, fawaid, les qui t'hsbo seulement là le capital, yani là, la somme de l'flous, soit raha khdinaha crédit, soit khdinaha yani déplacement fla banque, sans prendre en compte les intérêts antérieurs. يعني هنا اللي كيشكل لنا الفرق ما بين لي زانتيغي سامبل و لي زانتيغي كومبوزي. قلنا بالنسبه لي زانتيغي سامبل كنحسبوهم مباشره على الكابيتال، يعني لا سوم دارجون ديبلاسي ولا كريدي. وبالنسبه لي زانتيغي كومبوزي اللي غادي نشوفوهم في دي فيديو من بعد، هما لي زانتيغي اللي كيتحسبو على لو كابيتال وحتى على لي زانتيغي اللي ديجا عندنا. الوغ Elles sont utilisées dans les opérations financières à court terme. Yani, بالنسبة les intérêts simples, غالبا كيتحسبوا على واحد المدة اللي كتكون قصيرة، يعني قل من عام à court terme. ولكن هادشي ما كيمنعش اننا في الاكزرسيس نقدروا نلقاو مثلا شي ديوري اللي اكثر من عام، ولكن غيالمون كيتستعمل pour les opérations اللي هما يا à court terme. مثلا le découvert اللي هو ولا facilité de caisse اللي هو واحد الكريدي في واحد la durée قصيرة بزاف، ou la remise à l'escompte d'un effet de commerce, yani l'escompte des effets de commerce les déjà en comptabilité générale l'année précédente. Alors بالنسبه لهاد les intérêts simples, la formule ديال calcul هي هادي. عندنا les intérêts كنرمزو ليهم ب i grand i كيساوي le capital, c'est هو le capital, ou petit t هو le taux ديال les intérêts, ou n هي la durée ديال le placement. alors بالنسبة لهاد n هادي la durée ديال le placement soit كتكون بليز اني، soit كتكون exprimée en semestre، soit exprimée en trimestre، soit en mois، soit en jour. يعني دابا في لو كا الا كان عندنا la durée، يعني في ان اكزرسيس عطاوها لنا بليز اني، la relation ما كتبدل فيها حتى شي حاجه. هاد الفورمولا هادي ما كتبدل فيها حتى شي حاجه. بالنسبه الى عطاونا لا ديوري ديال هذاك البلاسمون اكسبريمي بار سيمستر، هاد ان هادي يعني لو نومبر دو سيمستر كنقسموه على جوج، يعني باش يولي معبر عليه بلاني، لان شاك اني فيه جوج ديال لي سيمستر. الوغ بالنسبه لان لا ديوري الى عطاوها لنا بالتريمستر، ولان شاك اني فيه 4 ديال لي تريمستر كنحسبو داك لا ديوري، كنديرو لو نومبر ديال لي تريمستر ديفيزي بار 4. بالنسبه لان لا ديوري الا عطاوها لنا بلي موا، يعني بالشهوره، كناخدو هادوك لو نومبر ديال لي موا كنقسموه على 12 باش تبقى لينا لا ديوري اكسبريمي بلاني. الا عطاو لنا ان اولا لو نومبر ديال لي جور، la durée pardon exprimée par les jours كنقسمو على 360، يعني كنعتبرو 360 جور اللي كاين في لاني. alors هاد الشيء هذا غادي نشوفوه في دي زيكزامبل من بعد. ثاني حاجه كنقدروا نحسبوها ابري لي زانتيغي، كنقدروا نحسبو لا فالور اكيز. alors شنو كنقصدو بلا فالور اكيز؟ لا فالور اكيز اي لا سوم دو كابيتال انيسيال اي دي زانتيغي qui en découle au terme d'un certain nombre d'années de placement. Alors, on a la valeur acquise, il y a le mjmou' ديال le capital اللي حطينا في الاول في البلاسمون او اللي خدينا à crédit. يعني المجموع ديال هذاك الكابيتال زائد لي زانتيغي اللي خديناهم على داك الكابيتال ولا اللي تحسبوا على هذاك الكابيتال بوندون واحد لا ديوري هذيك. يعني مثلا واحد السيد غادي يمشي لا بانك وعنده مثلا 10 المليون، غادي يحطهم في لا بانك، غادي دوز مثلا عام عامين 3 سنين، ملي غادي يجي وغادي ياخذ هذوك الفلوس ديالو اللي حطهم في لابونك مادام هو داير توفير، يعني راه ما غاديش يلقى غير 10 مليون اللي حط، غادي يلقى زايدين له شويه ديال الفوائد عليه. الوغ لا فالور اكيز هي هذيك 10 مليون زائد الفوائد اللي تزادوا عليه.
pendant هذيك لا دوري هذيك. الوغ نشوف ان اكزرسيس باش نفهمو كيفاش كنحسبو لي زانتيغ وكيفاش كنحسبو لا فالور اكيز. Vous placez un capital de 45 000 durant 7 mois avec un taux annuel de 3%. Alors, واحد الشخص غادي يمشي لا بانك وغادي بلاصي ولا غادي يحط واحد لو مونطون ديال 45000 درهم وغادي يخليه تما واحد المده ديال 7 شهور والفوائد ديالها ديالو اللي غادي يستافد منهم لوطو ديالهم هو 3%, يعني لوطو ديال لي زانتيغي هو 3%. Alors premièrement, calculer l'intérêt I. Deuxièmement, calculer la valeur acquise à la fin des 7 mois. Alors premièrement, نطلب منا نحسبوا لي زانتيغي. قلنا la formule ديال لي زانتيغي هي هذه. Alors ندي انا هنايا في l'exercice عندي la durée exprimée par les mois. يعني n exprimée par les mois. Alors la formule اللي غادي ناخذ هي هذه. لأن قلنا إلا كانت n exprimée en mois كناخدو هاد la durée كناخدو هاد la formule هادي اللي هي les intérêts كيساوي و الكابيتال فوا لو طو فوا n يعني لو نومبر ديال لي mois ديفيزي بار 12 لأن كل عام فيه 12 mois. ألوغ في لو كوريجي ديالي غادي ناخد هاد la formule هادي les intérêts كيساوي و الكابيتال فوا لو طو ديال l'intérêt fois le nombre ديال les mois divisé par 12. Alors les données ديال l'exercice, on dit le capital كيساوي 45000, on dit le taux ديال les intérêts هو 3%, on dit le nombre ديال les mois هو 7, غادي نقسمو على 12. Alors نخدمو كالكولاتريس وغادي نلقاو les intérêts كيساوي 787.5. Alors la partie الثانيه من l'exercice قالوا لنا نحسبو la valeur acquise. قلنا la valeur acquise كتساوي le capital زائد les intérêts. Alors في l'exercice عندي هنايا الكابيتال هو 45000 و لي زانتيغي هما اللي حسبناهم هنايا اللي هو 787.5. مجموع ديال الكابيتال زائد لي زانتيغي كيعطينا 45000 و 787.5, هذه هي لا فالور اكيز. يعني هاد الشخص اللي حط الفلوس ديالو حط 45000 ومشى واحد 7 شهور ورجع غادي يلقى لو كونط ديالو ما فيهش غير 45000, غادي يلقى فيه 45787.5, يعني تزادوا له دي زانتيغي. ندوزو لانوتر اكزرسيس باش نفهمو كثر. فهاد الاكزرسيس عندنا vous placez un capital de 8900 durant واحد المده اللي هي 267 جور, يعني 267 جور, avec un taux annuel de 6,5%. Alors هذا واحد الشخص اللي عنده واحد لا سوم دارجون اللي هي 8900 درهم مشى لا بنك وحطها لواحد المده ديال 267 جور بواحد لو طو ديال لي زانتيغي اللي هو 6.5%. الوغ حنا مطلوب منا نحسبوا شحال ديال لي زانتيغي اللي غيستافد منهم هذا الشخص ونحسبوا شحال لا فالور اكيز اللي غادي, يعني شحال غيولي عنده في الكونت من هنا ما دازت 267 جور. الوغ طريقه الكالكول هي هذه. بويسكو عندنا لا دوري اكسبريمي اون جور, الوغ غادي ناخذوا هاد لا فورمول هذه. قلنا ملي كتكون n اكسبريمي اون جور كناخذوا هاد لا فورمول هذه. الوغ في الكوريجي ديالي غادي ناخذ هاد لا فورمول هذه. بالنسبه للكابيتال عندنا هو 8900, بالنسبه للطو ديال لي زانتيغي عندنا 6.5%, وبالنسبه لو نومبر ديال لي جور عندنا 267 جور. الوغ الا خدينا كالكولاتريس غادي نديرو لو كابيتال اللي هو 8900 فوا لو طو اللي هو 6.7% او 0.065 فوا لو نومبر ديال لي جور قلنا هو 267 مقسوم على 360 وغادي تعطيني هي هادي 429000 باردون 429.05. الوغ بالنسبه لابارتي الثانيه من لا كيسيون عندي هنايا
نطلب منين نحسب لا فالور اكيز؟ قلنا لا فالور اكيز هو لو كابيتال زائد لي زانتيغي، هي اللي عندي هنايا. قلنا لا فالور اكيز هو لو كابيتال زائد لي زانتيغي. الوغ انا عندي لو كابيتال هو 8900، غادي نزيد عليه لي زانتيغي اللي لقيتهم هنايا اللي انا ديجا حسبتهم، وغادي نلقى لو مونطون ديال لا فالور اكيز اللي هو 9329.05. يعني هاد الشخص اللي حط الفلوس ديالو 8900 درهم في لا بنك بوندون واحد لا دوري اللي هي 267 جور بواحد لو طو انويال اللي كيتحسبوا به لي زانتيغ اللي هو 0.5%، الوغ ملي غادي دوز هاد 267 شحال غادي يلقى في الحساب ديالو؟ غادي يلقى 9329.05. يعني لي كابيتال اللي حط في الاول زائد لي زانتيغ اللي استفد منهم. الوغ نحاولوا نديروا واحد ليكزارسيس اللي غيكون عندنا فيه ان طابلو. الوغ ليكزارسيس هو كومبليتي لو طابلو سويفون اي انتربريتي لي ريزولتا. الوغ فهاد لو طابلو غادي يكون عندنا لو كابيتال، يكون عندنا لو طو انويال، غتكون عندنا لا دوري ولا ان لا دوري دو بلاسمون، وغادي يكون عندنا لاني كونتي بور يعني شحال من نهار كاين في العام. وديجا حنايا كنعتبروا بالنسبه لي زانتيغي سامبل كنعتبروا العام فيه 360 جور. غيكون عندنا واحد لا كولون خاصه باللي زانتيغي لي مونطون ديال لي زانتيغي، وغتكون عندنا واحد لا كولون خاصه بلا فالور اكيز. الوغ هنايا في شاكلين غادي يكون عندنا دي دوني اللي هما يا معطيين، وغادي يكون عندنا دي زيكس يعني دي زانكوني اللي خصنا حنايا نقلبوا عليهم ابارتير من لي فورمول اللي ديجا شفنا، سواء الفورمول ديال لي زانتيغي سواء الفورمول كالكول ديال لا فالور اكيز. الوغ حنا خصنا نلقاو هاد لي زانكوني هادو ابارتير من لي دوني اللي عطاونا. الطريقه ديال تريتمون ديال هاد ليكزارسيس غادي نديروه سو فورم دان تابلو. غادي نديرو فيه جوج ديال لي كولون، جوج ديال لي بارتي. لا بارتي الاولى غادي نحطو فيها لي دوني ديال شاك اوبيراسيون، وفي لا بارتي الثانيه غادي نحطو فيها الطريقه ديال الكالكول ديال لي زانكوني كيفاش حسبناهم. الوغ نبداو بروميير اوبيراسيون. عندنا لوبيراسيون ديالنا فيها لو كابيتال 18000، فيها ان طو انويال ديال 2.5%، وعندنا لا دوري ديال البلاسمون هي 9 mois، و بيان سور لو نومبر ديال لي جور فلاني هو 360. دابا حنا خصنا نلقاو لو مونطون ديال لي زانتيغي و لا فالور اكيز، يعني نفس الطريقه اللي درنا بها هاد الجوج ديال لي زيكزارسيس اللي قبل. الوغ الطريقه ديال الحساب هي هادي. لي دوني عندنا لو كابيتال، عندنا لو طو انويال، وعندنا لو نومبر ديال لي موا. قلنا لي زانتيغي كيفاش كيتحسبوا؟ هما لو كابيتال فوا لو طو فوا لا دوري اللي هما لي موا ديفيزي بار 12. يعني هاد العلاقه هادي بويسكو عندنا لي زان اكسبريمي اون موا، غادي ناخدو هاد لا فورمول هادي، وهي هادي اللي حطينا هنايا. الوغ بالنسبه لو كابيتال عندنا 18000، بالنسبه لو طو ديال لي زانتيغي 10.5%، بالنسبه لو نومبر ديال لي موا عندنا 9، وغادي نقسموهم على 12. غادي نلقاو لو مونطون ديال لي زانتيغي هو هذا 1417.5. دابا خصني نحسب لانكوني الثاني، هو هذا هو لا فالور اكيز. كيفاش قلنا كنحسبوا لا فالور اكيز؟ هي لو كابيتال بلس لي زانتيغي. الوغ لو كابيتال ديجا عندي 18000، غنزيد عليه لي زانتيغي اللي ديجا انا حسبتهم هنايا اللي هي 1417.5، وغادي نلقى لو مونطون ديال لا فالور اكيز اللي هو 19417.5. ندوزو لوبيراسيون الثانية. شنو عندي في لي دوني؟ عندي لو طو انويال اللي هو 9.5، عندي لو نومبر ديال لي زاني ديال لي جوغ اللي كاينين في لاني بيان سور هو 360. عندنا لو مونطون ديال لي زانتيغ اللي هو 665، وعندنا لو مونطون ديال لا فالور اكيز اللي هو 21665. شنو مطلوب مني انا؟ نحسب لو كابيتال ونحسب لا دوري ديال البلاسمون. الوغ انا بيسكو عندي لانتيغي وعندي عندي لوطو عندي لا فالور اكيز عندي لانتيغي، الوغ انا بروميييرمون خصني نحسب لو كابيتال. قلنا لا فالور اكيز كتساوي لو كابيتال بلس لي زانتيغي، الوغ لو كابيتال كتساوي لا فالور اكيز موان لي زانتيغي، هي هادي.
لا فالور اكيد عندي هو 21665 ناقص لي زانتيغ اللي هو 665 غادي يعطيني لو كابيتال 21000 درهم. الوغ انا دابا حسبت لو كابيتال. لانكوني الثاني اللي عندي هو لا دوري ديال البلاسمون، يعني شحال المده ديال هذاك البلاسمون ديال هذاك لو كابيتال. الوغ لا دوري بلي جور غادي نحسبها انا بلي جور، يعني بوزكو انا غادي نحسبها بلي جور يعني غادي نحتاج هاد لا فورمول هادي. الوغ فهاد لا فورمول شنو اللي عندي كوم دوني وشنو اللي عندي كوم انكوني؟ في لي دوني ديجا عندي لانتيغي، ديجا عندي لو كابيتال اللي انا عاد حسبتو، ديجا عندي لو تو، وشنو بقى ناقصني؟ ناقصني ان. الوغ الطريقه باش انا غنجبد ان هي الطريقه ديال انك تجبد لانكوني من المعادله. الطريقه سهله، يعني في هاد لو كا ان كتساوي لانتيغي فوا 360 مقسومه على لو كابيتال فوا لو تو. الوغ لانتيغي هو 665 فوا 360 قلنا مقسومه على لو كابيتال فوا لو تو. يعني هذه الطريقه باش كنجبدوا واحد المجهول. عندي انا ان هي المجهول اللي هو لو نومبر ديال لي جور. الطريقه ديال الحساب ديالها هو لو كابيتال فوا 360 مقسومه باردون لانتيغي فوا 360 مقسومه على لو كابيتال فوا لو تو. الوغ الا خدمنا كالكولاتريس غادي نلقاو 120 نهار، يعني 120 جور. الوغ ندوزو لوبيراسيون الثالثه. شنو عندي فيها كوم دوني؟ عندي لو كابيتال 62000، عندي لا دوري ديال بلاسمون 60 جور، لو نومبر ديال لي زاني في العام بيان سور هو 360، وعندي واحد لو مونطون اللي هو لي زانتيغي ديال 948.6. شنو اللي عندي كوم انكوني اللي خصني انا نقلب عليه؟ ما عنديش لو طو انويال خصني انا نجبدو، وما عنديش لا فالور اكيز اللي خصني انا نلقاها. الوغ نمشيو للكوريجي. قلنا عندنا لو كابيتال كوم دوني، عندنا لو نومبر ديال لي جور دو بلاسمون، وعندنا لانتيغي محسوب. دابا انا بغيت نحسب لا فالور اكيز. سهله، قلنا لا فالور اكيز كيساوي الكابيتال بلس لانتيغي. الكابيتال ها هو عندي، ولانتيغي كذلك هما عندي. الوغ 62000 ديال الكابيتال بلس 948.6 ديال لي زانتيغي كتعطينا لا فالور اكيز اللي هي 62948.6. لانكوني الثاني اللي عندي هو لو طو، هو اللي خصني مازال نحسب. الوغ عندي انا لا دوري اكسبريمي بار لي جور، غادي نحتاج هاد لا فورمول هادي. شنو عندي انا في لي دوني؟ عندي لو كابيتال، عندي لو نومبر دي جور، عندي الاي، وعندي لا فالور اكيز، مازال كنقلب على لو طو. الوغ انا في هاد المعادله هادي ولا في هاد لا فورمول غادي خصني نجبد لو طو كوم انكوني. يعني هاد لو طو شنو كيساوي؟ كيساوي لانتيغي فوا 360 مقسومه على لو كابيتال فوا لو نومبر دو جو. هي هادي اللي غندير هنايا. الوغ قلنا لانتيغي 948.6 نضرب في 360 مقسومه على لو كابيتال فوا لو نومبر دو جو. لو كابيتال 62000، لو نومبر دو جور هو 60 جور. الوغ غنديرو الكالكول غنلقاو لو طو هو 12%. ندوزو لوبيراسيون الرابعه. عندي كوم دوني، عندي لو كابيتال 144000، عندي لا دوري ديال بلاسمون 180 جور، عندي لي زانتيغي انكوني، وعندي لا فالور اكيز هي 152,640. لي زانكوني عندي لي زانتيغي، وعندي لو طو كوم انكوني. الوغ انا غادي نشوف لو طابلو ديال الكوريجي. الوغ قلنا عندنا لو كابيتال، عندنا لو نومبر دو جور، عندنا لا فالور اكيز، ومازال ناقصنا لانتيغي و لو طو ديال لي زانتيغي. الوغ قلنا عندنا لا فالور اكيز كتساوي لو كابيتال بلس لانتيغي. الوغ لانتيغي كيساوي لا فالور اكيز موان لو كابيتال. نحطو هنايا لو مونطون ديال لا فالور اكيز 152,640 ناقص لو كابيتال اللي هو 144,000 غادي يعطيني 8,640 هو لو مونطون ديال لي زانتيغي. الوغ دابا انا عندي لي زانتيغي، عندي لو كابيتال، عندي لو نومبر دو جو، غادي نقدر نحسب لو طو.
Alors, puisque le nombre de jours ou la durée exprimée en jours, on va utiliser la formule autre. Alors, on va cliquer sur l'auto. On a N, on a C, on a I, on va cliquer sur l'auto. Alors, l'auto, dans le cas, c'est quoi ça? Qui ça? Les intérêts fois 360, مقسوم على le capital fois N. Alors, où est-ce qu'on a ici? Les intérêts 8640. مضروبة في 360 الوغ الا كنا نلقاو لو طو اون بورسونتاج كنديرو 36000 الا كنا نلقاو في 0 فيغول كنديرو غير 360 يسوفي الوغ كنديرو قلنا لي زانتيغي فوا 360 مقسومة على لو كابيتال فوا لو نومبر ديال لي جور لو كابيتال 144000 لو نومبر ديال جور هو 180 نديرو شي اكزومبل ديال الكالكول بالنسبة للناس اللي ما كيعرفوش يستخدموا كالكول الو غادي ندير 8640 مقسومة على لو كابيتال 144000 فوا لو نومبر دي جور اللي هو 180000 الوغ كنلقاو هكا اذا استعملنا 360 كنلقاو لوطو ب 0 فيغول وحنا كنضربوه في 100 كيعطينا البورسونتاج بحال هنايا 0.12 الا ضربناه في 100 تعطينا 12% الوغ بالنسبه للناس اللي كيبغيو يلقاو 12 مباشره كيديروا هنايا 36000 Alors, ندوزو la dernière opération. شنو عندي كوم دوني؟ عندي لو كابيتال 150400. عندي لو طو انويل اللي هو 12.2%. عندي لو نومبر ديال لي جور في لاني هو 360 بيان سور. وعندي لو مونطون ديال لا فالور اكيز اللي هو 61242.9. الوغ شنو اللي عندي في لي زانكوني اللي خصني انا نلقى خصني نلقى لا ديوري ديال لو بلاسمون وخصني نلقى لي زانتيغي الوغ لي دوني ديالي غنحطهم هنايا في لو طابلو ديال كوريجي عندي لو كابيتال لو طو ديال لي زانتيغي عندي لا فالور اكيز وعندي 360 هو لو نومبر ديال لي جور في لاني الوغ بريميرمون خصني نلقى لي زانتيغي انا عندي لا فالور اكيز وعندي لو كابيتال غادي نستخدم هاد لا فورمول هادي بويسكو عندي لا فالور اكيز وعندي الكابيتال لانتيغي سهل باش نلقاهم لانتيغي كيساوي والفالور اكيز موان لو كابيتال هو اللي غادي نحط هنايا الوغ عندي لانتيغي كتساوي لا فالور اكيز اللي هي 61249.92 ناقص لو كابيتال اللي هو 850000 كيعطيني 2849.92 هذا هو لو مونطون ديال لي زانتيغي الوغ دابا انا عندي لي زانتيغي عندي لوطو عندي لو كابيتال كنقلب على لو نومبر ديال لي جور ديال البلاسمون يعني كنقلب على ان لا ديوري ديال البلاسمون انا كنقلب عليها اون جور يعني غادي نخدم هاد لا غولاسيون هادي عندي لانتيغي عندي لو كابيتال عندي لوطو كنقلب على ان الوغ فهاد لو كا ان شحال كتساوي كتساوي لانتيغي فوا 360 مقسوم على لو كابيتال فوا لوطو فوالا لانتيغي هو هذا 2849.92 فوا 360 مقسوم على لو كابيتال فوا لوطو اللي هو 850400 فوا لو طول هو 12.25% الوغ غادي نلقاو لو نومبر ديال لي جور هو 144 نديرو كالكول الوغ غادي نديرو قلنا لانتيغي لو مونطون ديال لانتيغي فوا 360 ونديرو مقسومة على لو كابيتال 58400 فوا لوطو ديال لي زانتيغي هو 12.25% اللي هو 0.1225
يعني بلاصه ما نحطنا البورسنتاج يسوفي نقسم على 100. الو غادي نلقاو لو مونطون ولا لو نومبر دي جوغ هو 143 فاصلة، يعني نكملو ونديرو 144 جوغ. الو لي زانتيغي سامبل فوالا هادشي اللي فيهم. شفنا لا فورمول ديال لي زانتيغي سامبل، ابليكيناها في لي زيكزيرسيس، شفنا لا فالور اكيز ودرنا اون ابليكاسيون في لي زيكزيرسيس. في لا سيونس بروشين ان شاء الله غادي نديرو غادي نتعرفوا على ليسكونت.